ربما تكون تناولت ذات مرة فخذ حمار أو لا قدر الله كتف كلب. بس ده راجل كريم قوي، بص الريش قد إيه؟ أنا عمري ما شفت ريشة كده. وذلك دون أن تدري ودون أن تسأل عن ماضي قطعة اللحم التي أكلتها. طعم اللحمة هنا غير أي مكان تاني. وربما أيضا تكون دفعت مبلغ كبير مقابل هذه الوجبة. حساب؟ حساب إيه؟ حساب إيه؟ فهي التجارة الأكثر ربحاً ورواجاً في السنوات الأخيرة. بيع لحوم الكلاب والحمير على أنها لحوم ضأن أو جاموسي وتخفيها وراء ستار اللحوم المفرومة، مما يجعل الكثيرون ضحايا أكل مغشوش يصعب على المواطن العادي تمييزه. يا باشا ده لحم خرفان مطبوخ في المذبح. انت بتأكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. وبالطبع لا أحد ينسى كم المحلات الشهيرة التي تم ضبطها متلبسة بخلط اللحوم الحمراء باللحوم الحمير وتم تشميعها. شمع المحل بالشمع الأخضر، بالشمع الأخضر، بالشمع الأخضر، بالشمع الأخضر. وكم من مرة تم ضبط كلاب مذبوحة داخل ثلاجات اللحوم. فخلال الفترة الأخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أطنان من جلود الحمير وأكثر من 300 حمار مذبوح بالقاهرة. وفي الجيزة تمكنت مباحث التموين من ضبط 7 أطنان كفتة وكبدة حمير. وفي القليوبية تم ضبط عربة نقل محمل عليها 19 حماراً مذبوحاً. يا نهار اسود يا جدعان، ارحمنا يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقائع تدعو للتساؤل عن مدى خطورة تناول هذه اللحوم على صحة الإنسان. شكرا جديدا للتقرير، والحقيقة التقرير قال كل اللي احنا عايزين نقوله فيما يتعلق بالغش التجاري اللي بيلجأ إليه بعض أصحاب المحال وبعض الجزارين وبعض الناس اللي بيتجروا فيه يعني السلع اللي أنا بسميها الحرام، وبيبقى نوع من أنواع المحاولة للربح الأكثر عن طريق إضرار بصحة الإنسان. خليني بدون مقدمات لأن التقرير الحقيقة كان هايل وقال كل حاجة، خليني أضحى بضيفي الكريمين. شرفني الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية. مساء الخير دكتور. مساء الخير فندم، شرف ومنور. شاكر جدا فندم. شرفني أيضا الدكتور إحسان الشبوكشي، كبير أخصائي إدارة التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية. مساء الخير دكتور، مشرف ومنور. أهلا بحضرتك. خليني أبدأ مع طول معاك يا دكتور إحسان، وحضرتك تابعت التقرير معانا وده في انه كتير يعني للاسف الشديد في ناس عندها الضمير بعافيه شويه وبيلجأوا للربح السريع عن طريق الاضرار بالصحه. قولي لي حضراتكم اولا معدل النزول ومعدل الكشف على هذه المحال، الطريقه اللي انتم بتكتشفوا بيها لحوم الحمير من كذا وكذا، وايه الاجراءات اللي بتتخذوها؟ بص حضرتك، بالنسبه لمديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية بتنزل حملات تفتيش، كل مديرية فيها جهاز تفتيش بينزل يمر على المحلات اللي هي بتبيع اللحوم، محلات الجزارة، أماكن تقديم الوجبات زي المطاعم، الفنادق، أي مكان بيقدم أغذية حيوانية بيتم التفتيش. يعني المطاعم والفنادق أيضا بيتم الرقابة عليها. تمام تمام, تمام. فبتبقى حملات مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى. يعني معنا مباحث تموين، معنا مفتشين تموين، مفتشين صحة. ففي حالة ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بيتم عمل محضر وتقرير فني، الطبيب البيطري بيبقى موجود في الحملة بيعمل تقرير فني بالمضبوطات الموجودة، وصفها إيه والتكييف القانوني للوقع، بناء عليه المخالف بيتم تحويله للجهات المختصة النيابة. إيه هي بقى يا فندم الأغذية دي غير المطابقة للمواصفات الأدمية؟ هو على رأسها طبعا الذبح خارج المجازر الحكومية. يعني في جزارين بيقوموا بذبح مذبوحات خارج المجازر. ليه؟ عشان يوفر الرسوم اللي هو بيدفعها في المجازر، علشان هو بيجيب ذبايح بتكون يعني مريضه او حاجه زي كده مش مطابقه للمواصفات. تمام. فهو بيذبحها وبيعرضها في المحل، بيتم عمل حملات على المحل دي وضبط اللحوم وبيتعمل لهم قواضي. تمام. واخد بال حضرتك؟ الجهات الرقابية اللي معانا بتساعدنا برضو في الموضوع ده، واللحوم بقى بتبقى في كشف عليها، يعني الطبيب اللي هو موجود في الحملة بيقول اللحوم دي صالحة للاستهلاك الأدمي أو غير صالحة. طيب هو في زي ما حضرتك قلت في حاجة سهلة اللي هي في عليها خط المذبح ولا لأ، أو المجزر ولا لأ. تمام. ده الجزء الأسهل. الأصعب بقى وهي فكرة إنه ده لحمة كذا ولا لحمة كذا ولا صلاحية كذا ولا كذا، ده
بتكشفوا عليها ازاي بالعين المجرده كده الحمله بتبقى موجوده ولا بتاخدوا عينه وبتحللوها ولا هو كل حاجه يعني الطبيب اللي موجود في الحمله بيشوفها يعني اذا كانت صالحه للاستهلاك الادمي عليها ختم مجزر عليها بوتش يعني تحط كده حاجات حمراء على البدن بتاع الذبيحه للاهام بانها من مذبوحات مجازر الحكومه هم اللي بيحطوا البوتش الطبيب بقى الفني اللي هو موجود مع الحمله بيقرر يقول ان دي مش مذبوحه في مجزر وبناء عليه بيقرر صلاحيتها يعني صالحه للاستهلاك الادمي ولا لا دي ليها مخالفه ودي ليها مخالفه طبعا لو غير صالحه للاستهلاك الادمي بتبقى العقوبه مغلظه اكيد تمام طيب مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فندم طبعا مش عايزين نخض الناس ونقول لهم ان كل واحد كلكم حمار او كلكم كلب او كذا لانه كلنا معرضين انه للاسف الغش التجاري موجود يعني فممكن يكون بالخطا كده عدينا على تمام قصه فعايز اسمع تعقيب حضرتك اولا على التقرير اللي شفناه والكلام اللي قاله الدكتور احسان وكمان فكره بقى مدى خطوره ده على الصحه الانسانيه خلينا نقول حاجه لو الحيوان ده انا هتكلم كتغذيه لو الحيوان سليم ايوه سليم مش مريض الحيوان ده ايا كان الحيوان ايا كان الحيوان فهو في النهايه مجرد بروتين شفتوا بقى هو الفقره عشان البونبوناس وغزتونا دي انه اللي كل 3 4 حمير خلال السنوات اللي فاتت ما يقلقش على صحته اذا كان الحيوان سليم ولكن قد انا يعني ادعي ان ما حدش بيذبح حمار سليم لان انا هستخسر الحمار الحمار السليم ده سعره غالي سعره غالي وممكن يستخدم في حاجات كتير طب ويمكن معالي الدكتور احسان بيه استاذنا طبعا يقول لي فعلا هذا الكلام ده مظبوط ولا لا لان اما يكون حصان حلو كده جميل لا حصان لا بتهيألي حصان ده غالي قوي على الذبح عشان لا لا, لا 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 كله افيلابل يا سلام واي نوت هو يقول لا لا هو مش هيقول لا بس انا قصدي انه اغلى من ان هو يتعمل كفته ولا هو انا بقول لحضرتك في دول في اوروبا بياكلوا لحوم الخيل مظبوط واخد بالك اللي هي نسبه الجلايكوجين فيها عاليه فبتبقى لحوم مصفاه نسبه ايه؟ الجلايكوجين اللي هو النشا الحيواني اوكي جلايكوجين فده بيديها طعم كده مستساغ بالنسبه للمواطنين اللي هنا لحم الخيل تمام فهم بيقبلوا عليه في في اوروبا وخصوصا في فرنسا كمان بيحبوا لحم الخيل قوي مظبوط فاحنا طبعا هنا ممنوع ذبح الفصيله الخيليه كلها ليه بقى؟ لانها اصلا مش من المذبوحات اللي هي المجازر الحكوميه احنا عندنا القانون بتاعنا محدد فئات معينه للذبح في المجازر مش من ضمنها لحوم ليها علاقه بالحلال والحرام؟ من الممكن دي ودي عشان الحوافر مثلا ولا مظبوط دي ودي يعني هي كحاجه غير محلله شرعا وك كقانون بيجرب في العقائد الثلاثه حتى اليهوديه تمام لا هو انا متهيالي ان الذبح في العقيده اليهوديه او اللحمه بالذات في العقيده اليهوديه قريبه قوي للعقيده الاسلاميه والمسيحيه والاسلاميه الثلاثه صحيح يعني الثلاثه فيهم تلات. يعني محاذير ليها علاقه بالحفاظ على صحه الانسان مظبوط فكمل حضرتك بقى فكره انه لو الحيوان سليم خلاص مفيش قلق هو بروتين حصان حمار بالزبط. انا اسف كلب لا لا كلب. اوكي عارف في كوريا الجنوبيه بياكلوا الكلاب مظبوط كوريا الجنوبيه هناك ما تلاقيش كلب في الشارع والصين والفلبين انا شفت لا سيمبا بياكلوا كل حاجه سيمبا طلعها بره القصه دول بياكلوا اي حاجه بتمشي على الارض الفلبين نفس القصه احنا في الفلبين كنا بناكل في سلاسل المطاعم العالميه اللي معروفه ده كذا ومحظور علينا ان احنا نخرج اي مطعم في الشارع لان ما انتش ضامن حدك لا لا بالظبط وده اساسي هناك الكلاب اساسي الكلاب الكلاب اساسي وبعض مجتمعات تانية قطط وحاجات من هذا القبيل طيب يبقى احنا اولا القاعده الرئيسيه انه بعيدا دلوقتي احنا دلوقتي على فكره بس عشان ما حدش يروح في حته بعيد احنا مش بنتكلم دلوقتي حلال ولا حرام ولا كده احنا بنتكلم صحه مظبوط يا فندم واكيد حضرتك مش رايح تاكل حمار او كلب بقصد انت شاري اللحمه على انها لحمه خروف او بقره او جاموسه او كذا مظبوط والتاجر هو اللي غشك مظبوط فانا بس بطمنك انه لو ده حصل وكلت الريشه زي اللي كلها حسن حسني والهندي في الفيلم كده فما تقلقش اذا كان الحيوان سليم سليما تمام اما اذا كان الحيوان مريض هنا بقى الخطوة ده قصه ثانيه حمار مريض او كلب مريض او كذا بالظبط لا قدر الله ايه اللي ممكن يحصل على حسب نوع المرض اللي فيه ممكن يكون فيه سالمونيلا ودي طبعا بتعمل تيفود وبتعمل بلاوي كتيره تمام ممكن يكون فيه سموم فطريه لو الحيوان دوت
تغذى على اغذيه متعفنه وده وارد جدا. وارد ايه ده؟ غالبا هو ده اللي بيحصل يعني، هياكل جلمه وبياكل من الزباله اللي في الشارع. بالظبط، كل من الزباله، اذا كل فطريات خلفت سموم، عملت لي سموم فطريه. السموم الفطريه تساوي سرطان كبد على طول. السموم الفطريه انا بشوفها فين؟ خلينا نقولها بقى للمشاهد العادي. السموم الفطريه تؤدي الى سرطان الكبد على طول. الله ده على طول. احنا ما بنحب نعمل تجارب لعلاج الاورام، بنجيب فرينا تجارب نحدث لها سرطان عشان نشتغل عليه. طبعا اسرع وسيله لاحداث سرطان للفران او لاي كائن حي الافلاتوكسنز، اللي هي العفن اللي بيبقى على العيش، وانا باخده العفن بحك الرغيفين في بعض كده واقول ما هو هيتامر هيتامر. ده احنا كده بنعرج. البودره السوداء اللي بين طبقات البصل وبمسحها بكم الجلابيه، صح، ما بشيلش الطبقة كاملة وارميها. البودرة السوداء اللي بين فلقتين الفول السوداني وانا لسه خارج من مولد النبي، وانا هما اجي اعمل حلويات مولد النبي انا مش هجيب الفرز الاول، الفول السوداني فرز الاول، الفرز رابع وخامس. بالظبط، لان انا بجيب المرطب المكمكم. المكسرات لما نيجي نخش رمضان بننزل بايدينا ورجلنا في السوق نلم يميش الشهر كله. انا مش واخد بالي ان اليميش دوت كان من السنة اللي فاتت. اما ادوق الاقي فيه كمكمه اعرف ان فيه سعادتك فيه افلاتوكسنز جوه. فكلمه الافلاتوكسنز دي كلمه كبيره جدا. هي السموم الفطري. السموم الفطري. فلو الحيوان يا ساتر يا رب. لو الحيوان كل حاجه متعفنه هيبقى فيها الافلاتوكسنز. والكشري من الشارع، ما هو الكشري من الشارع مش معمول له الصوص الطماطم بتاعته من طماطم الكيلو بتاعها ب 5 جنيه بصراحه. اصل الكشري المدام ما يتاكلش. لا يتاكل، معلش يا فندم. لا 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 احنا لو عزمتك والله هتيجي تنزل تلف في شوارع مصر كلها هتقول لي جاي بقى. الف انا فندم، الف انا ايه؟ بقول لك ما يتاكلش. لا لا معلش هو سبحان الله الكشري ده بالذات مكانه الشارع. تحاول تتشقلب في البيت تعمله مالوش طعم طبعا علبه الكشري بتاعت الشارع. ايوه ماله الكشري بتاع الشارع؟ صوص طماطم. صوص طماطم، لان انا مش هجيب الطماطم اللي بخمسة جنيه وبستة جنيه وسبعة جنيه النظيفه. لا انا بجيب اللي نقصها مقطوش، اللي فيها سنه عفن، اللي مستطريه، هوب واضرب واعمل. ودي مشكله كبيره. ودي اللي فيها بالظبط عشان كده الافلاتوكسنز يا فندم. افلاتوكسنز. مظبوط. افلاتوكسنز. عشان كده بنقول للناس اغذيه الشارع. بي وورد، انتبه. مش يعني نرجع للبيت، نرجع للبيت. صح. هو اللي الدكتور مجدي بيحاول يقوله طبعا فكره التحذير. احنا خلاص اتكلمنا في نقطه الكلاب والقطط ومش عارف ايه، لكن بنتكلم بصفه عامه فكره اكل الشوارع زي ما كان جدادنا وجدودنا بيحذرونا ويقول لك يعني ما تلجاش الاكل الشارع الا للضروره القصوى. الامن والاسلم والاضمن ان انت تاكل في البيت. ليه؟ ما على فكره انتوا اكيد موافقيني زي ما انا قلت كده ان الكشري بتاع الشارع اطعم من الكشري اللي بتعمله المدام. مظبوط. وسندوتش الكبده الاسكندراني بتاع الشارع اطعم من المدام. مزبوط. بتعمله. وانا عندي بالنسبه للمدام اي حاجه بره في الشارع اطعم من المدام بتعمله، ما فيش مشكله. لكن المشكله ان الشارع عشان عايز يكسب بتاع الشارع، لان هو فاتح المحل مش عشان ياكلك، هو فاتح المحل عشان يكسب فلوس. فهو بيحاول يقلل التكلفه قدر الامكان. مزبوط. في اي سلعه فرز اول وصبحه وطازه وغاليه وبتاع تخسره. عايز يوفر. تخسره اي حاجه. صح. عايز يوفر. عايز يوفر، فهيجيب اسوأ نوع زيت يقلي بيه، واسوأ طماطم يفعصها ويعمل صلصه، واسوأ مش عارف ايه يعمل كذا كذا كذا. فبالتالي كل الاسوأ ده بيتجمع في علبه الكشري. ده بتاع القلم ما استحملش حد. هيتجمع في علبه الكشري، هيتجمع في الساندوتش اللي انت بتاكله بتاع. فنسبه تعرضك لبقى الستروكس الافلاتوكسن السموم الفطريه. السموم الفطريه هتبقى اعلى. اعلى. بالظبط. هي ده اللي احنا بنقوله. بالظبط. وفي النهايه بنرجع نجيب اللوم على اي حد الا روحنا، رغم ان احنا الوحيدين السبب. صح. في اللي احنا وصلنا له. صح. لو اذنت لي عايز اضيف حاجه صغيره خالص. اتفضل. كان زمان الناس بتبوس ايد اهاليها عشان بيجيبوا لها تاكل. احنا النهارده بنبوس رجل عيالنا عشان يرضوا ياكلوا. كويشن مارك، فين السبب؟ انا السبب. صح. مش الطفل. صح. لان انا بقى وشي بره وظهري لجوه. مظبوط. اكبر واقوى وارخص واكفأ مثقف غذائي حقيقي جوه الاسره الوجبه العائليه. اختفت. والشيف الرائع هو الام. بالظبط كده.
احسن شيف وامن شيف واضمن شيف هو الام. صح. احنا للاسف في بعض البيوت وبيعتبرها نوع من النزاهه وبتاع، يقول لك يعني ان انا باكل عيالي الدليفري ده الدليفري بتاعهم مش عارف كذا، فباكلهم 4-5 مرات في الاسبوع دليفري، ده انا مهنياهم يعني. بالزبط. انا كده بسمهم بالظبط. صح بالظبط، غير قسوه في اللفظ يعني. بالظبط يا فندم. ولذلك الحمله الرئاسيه الاخيره بتاعت 100 مليون صح احنا كمعهد تغذيه طبعا مشتركين فيها، متبنيين شعار احمي نفسك من نفسك. صح، ما احنا الكلام اللي بنقوله ده معناه مزبوط. ان انا الجاني على نفسي، ما عملهمش حد تاني. مظبوط. اجهزه رقابيه كتير زي الدكتور احسان بيه والمباحث تمويل وي 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 بيعمل كافه التدابير اللي هم بيعملوها. انا بخبطه يمينيه واحده بقوم هددها بسلوك الخاطئ. ده كلام مظبوط. دكتور احسان، عشان مش عارف هنطمن بقى ولا نخوف الناس، الفريكونسي يعني المعدل بتاع معدل افشكه للمخلفين قد ايه؟ يعني بتنزلوا حمله مثلا على منطقه، مثلا نازلين النهارده على الويلي، على امبابه، على دقي، على مدينه نصر، ايا كان، الحمله نازله مثلا على 10 محلات، على 20 محل، 3 جزارات، على 5 مطاعم، على مش عارف ايه كذا، تقريبا في معدل، تقريبا في نسبه ان احنا مثلا من كل 10 بنجيب مخالف، من كل 20 بنجيب مخالف، من كل 100 بنجيب مخالف. هو طبعا موجود، المخالفين دول موجودين. ولذلك احنا ما شغلنا اساسا علشان نضبط الناس اللي هي طبعا. لا انا مثلا على النسبه، على المعدل. النسبه متفاوته حسب الاحياء، يعني في احياء بنسبه ضبط المخالفين فيها بتبقى اعلى، واحياء بتبقى راقيه بيبقى الناس يعني مهتمه بالنظافه بتاعه المحلات بتاعتها. مهتمه. طب يعني النسبه بتزيد في الاحياء الراقيه ولا في الاحياء الشعبيه؟ لا، الاحياء الشعبيه طبعا. في الاحياء الشعبيه نسبه المخالفه بتزيد. لان دايما ابص حضرتك المخالفين دايما بيحبوا يستخبوا في الاماكن العشوائيه والزحمه. ايوه، ان مفيش رجل عليها، ما يعني هم بيتخيلوا كده مفيش رجل من الرقابه يعني. من الرقابه. وبعدين الكثافه السكانيه يعني بتهيئ لهم ان هم ايه الحاجات المنتجات اللي بيطلعوها بيلاقوا ناس بيقدروا يصرفوها. تخلص اول باول. يقدروا يصرفوها. دي مشكله كبيره. دي مشكله كبيره. فاحنا تركيزنا بيبقى على المناطق العشوائيه. واخبارها بتيجي بلاغات، بتيجي شكاوي. تمام. بننزل بنشوف بنحقق شعبة المديريات المنطقه الفلانيه، ركزوا عليها، ركزوا على المحلات. يعني احنا دلوقتي الحمله بتاعتنا مركزه على محلات تقديم الوجبات، المطاعم. تمام. والكافيتريات والفنادق العائمه والمناطق السياحيه. ليه؟ لان خد بالك دي كمان اللي الغش بالنسبه اللي هي كمستهلك اسهل ليه يا دكتور احسان، لانه انا رحت عند الجزار لو انا سن عندي خبره صغيره كده هقدر بسرعه اشوف من شكل اللحمه، من لونها، من ريحتها، من كذا، صبحه ولا مش صبحه، مذبوحه مش عارف ايه ولا لا، لحمه كذا ولا كذا. لكن المشكله في الاكل الجاهز ده، انا باكله سندوتش لحمه مفرومه. سندوتش لحمه مفرومه، سندوتش كبده، ما يعملوا البصل وبالشطه وبتاع، انت بتاكل وبتقلب ما انتش عارف انت اكلت ايه. صعب دي بقى اعرف ده كان كبده كلب ولا كبده سحليه ولا كبده كذا، انت بتشطب بتاع كل حاجه. بالنسبه للشك مثلا في لحوم انها يعني من خيل او حمير او كلاب او اللجنه لما بيبقى فيها شك في نوعيه اللحوم دي بتاخد عينات عندنا معهد بحوث صحه الحيوان على اعلى مستوى. لا انا قصدي ان انتوا لازم تكثفوا في المناطق دي، في المحلات دي بالذات اللي بتقدم الوجبات الجاهزه دي والسندوتشات الجاهزه وبتاع. لان دي اللي بيسهل عليا انا كمواطن الخداع فيها. ايوه، انا عند الجزار اقدر شويه اكشف اللحمه شكلها حلو ولا، لكن وانا باكل سندوتش او باكل في مطعم حته بوفتيك ولا حته مش عارف ايه، وهتمشي حضرتك هتروح في حته ثانيه. انا مسكت حته بوفتيك وقعدت اقلب فيها ساعه الا ربع مش عارف دي اصلها ايه، لانها خلاص اتشوت ولا اتقلت ولا اتعمل عليها توابل وبتاع. فدي اللي محتاجه كثافه في الرقابه يا دكتور احسان. ايوه تمام. وبنمسك برضو مطاعم مخالفه كتير، بالاضافه كمان المخالفه للشروط الصحيه. يعني بص تلاقي مطعم الواجهه بتاعته 5 ستارز وتلاقي من جوه في اهمال جسيم في النظافه، الشروط الصحيه في يا دكتور ده تقريبا كلهم. دي مشكله. انا مش عايز اخض الناس يعني. يعني يبقى بس بجد تخش بلاش بقى مطعم، تخش فندق 5 نجوم، شوف اللوبي والريسبشن عامل ازاي وبتاع، جرب بس كده حظك يقودك ان انت افتح وخش المطبخ. تلاقي اجارك الله 5 نجوم بره وبلاوي سودا جوه، بلاوي سودا. انا شفت مره بيعملوا الرز في اذان كبير كده مش عارف ايه، طلعوا من جوه قلب شبشب وبتاع، بلاوي سودا، والراجل بيمسك بتاع بايده جوه وبتاع. طالما انت مش شايف اعمل اللي انت عاوزه جوه المطبخ. البكتيريا الحلزونية من أكتر الحاجات اللي عاملة وش للناس. بكتيريا الحلزونية أنا جات لي من جاتو سواريه
في فندق مش عايز اقول وضعه عامل ازاي. لا لا ما فنادق يعني النظافه يعني والشياكه فوق الفايف ستارز ومن جاتو سواريه. يا نهار ابيض. لا 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 فيعني عارفين الجاتو سواريه ده لو... انتوا عارفين الجاتو سواريه بقى انه ما اعرفش عملوه صغير فسموه سواريه للصفوه ده. ومع ذلك لقيت فيه مش طبيعي. لقيت فيه ايه؟ بكتيريا حلزونيه على فكره. دي عند بكتيريا الحلزونيه دي بتيجي نتيجه التلوث فمشكله. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا مشكله. وعلى فكره البكتيريا الحلزونيه احد الاسباب الرئيسيه مع الوقت بسبب سرطانات القولون. فعايزين طيب نقول ده يعني طبيعي لما نلاقي كل يوم لا قدر الله حد من معارفنا وحد من كذا ربنا يعافينا جميعا كل يوم بيصاب بالسرطان واحنا طول الوقت بنقول يا جماعه هو السرطان ماله انتشر كده ليه والبلاوي السوداء الامراض الصعبه انتشرت ليه؟ بسبب تغير النسق السلوكي للتغذيه بتاعنا الفردي الفردي والمجتمعي والاسره من النظافه الى القذاره ومن الاكل البيت الامن الى اكل الشارع اللي لازم يغشك فيه عشان يكسب. صح. كلامي واضح. صح. لازم يغشك فيه عشان التاجر يكسب. لو جاب لك لحمه ما حصلتش هيبيعها لك ب 1000 جنيه. صح صح. طيب شرفتوني ونورتوني. انا استفدت فرصه سعيده استفدت وتعلمت من حضراتكم. شرفتنا دكتور احسان. شرفتنا دكتور مجدي. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. استروكسون الافلاتوكسنز الافلاتوكسنز والبكتيريا الحلزونيه. الحلزونيه مظبوطه فندم. طيب ادي اول درس في العفو يا فندم. العفو. شرفتوني ونورتوني. شكرا جزيلا. بعد الفاصل خناقه تامر وياسمين.